تهتم بشؤون الأطفال وبكل جديد في كل مجال. فيها الأغاني والألحان، فيها القصص أشكال ألوان. فيها الأغاني والألحان، فيها القصص أشكال ألوان. فيها هدايا بالمجان، والحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها، الحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها، والحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها، الحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها. إذا أردت صديقي ألا ينسى إحسانك فكرر. عمل الخير اختياري، ولكن رده إلزامي. أصدقائي مشاهدي مجلة الأطفال، أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والسعادة، متمنين لكم قضاء وقت ممتعا وطيبا مع هذا العدد الجديد من مجلة الأطفال. هذه المجلة المصورة التي نبذل فيها جهدنا كي تكون مقبولة من مختلف الأعمار، بل وربما يجد فيها الكبار ما يعود عليهم بالمرح والسعادة بما يقدمه لهم الصغار والكبار منا. والآن مع الموضوع الأول والصفحة الأولى من مجلتنا. أصدقائي، في هذه الصفحة نحكي لكم عن إنسان حكيم وعبقري زمانه، فهو فيلسوف رحالة اهتم بالعديد العديد من المواضيع، فقد اهتم بالسياسة والعلم والطب وكثير من الفنون، وقد برع في الموسيقى علما وفنا، ومن شدة براعته في هذا الفن قام بصنع آلة تشبه القانون في شكلها، وعزف على هذه الآلة أمام جمع من الحاضرين فأضحكهم جميعا، وعندما عزف في المرة الثانية أبكاهم جميعا، وعندما عزف على هذه الآلة في المرة الثالثة أنام الحاضرين جميعا ثم انصرف. أصدقائي، إننا نحكي لكم عن أبو نصر الفارابي. شهادة ميلاده تقول أن اسمه محمد ابن محمد طوخان، والشهير باسم الفارابي، واسم الشهرة هذا أصدقائي لأنه ولد في ولاية فاراب. هو تركي المولد، ولكن بثقافته ومؤلفاته هو فيلسوف عربي ومن أكبر فلاسفة المسلمين. وفي دراساته حاول الفارابي الجمع بين آراء الفيلسوفين أرسطو وأفلاطون. كان الفارابي أصدقائي مؤمنا بجلال وعظمة الفلسفة، وكذلك كان مؤمنا بكمال الإسلام، فقد كان يقول دائما أن كل منهما حق، والحق لا يخالف الحق. كان الفارابي أصدقائي عليم بتنظيم العالم تنظيما دقيقا شاملا يجعل منه مدينة أو دولة كبرى تكون رئاسة الحكم فيها لفيلسوف صفت نفسه. المدينة الفاضلة التي ينشدها نموذج لمجتمع إنساني راقي يؤدي فيها كل فرد وظيفته وعمله الذي يناسب كفاءته وقدراته، وأفراد المجتمع كلهم أعضاء لجسم متعاضدون يخضعون لرئيس المدينة ويتشبهون به وبخصاله الرفيعة، فهو سليم البنية وجيد الذهن، ثاقب الذكاء، حاضر البديهة وماضي العزيمة، وحصيف
صادق متجرد عن المادة، يفضل صفاء الروح عليها. وفي صباه وفي شبابه كان الفارابي مولعا بالرحلات ومولعا بالأسفار كذلك، وعاش حياته دارسا مجتهدا ومتفلسفا كما نعلم. وأطلق عليه الكتاب العرب والمستشرقون الأجانب المعلم الثاني، فهو أكبر الفلاسفة بعد أرسطو والذي عرف بالمعلم الأول. طبعا أرسطو هو المعلم الأول والفارابي عرف بالمعلم الثاني، زين؟ وهو أرسطو فيلسوف يوناني. وقد سجل الفارابي في مذكراته أن حب التأمل والهدوء ساعداه على الدراسة والتمتع بمخيلة واسعة. وإلى لقاء آخر أصدقائي مع عبقري آخر إن شاء الله في سياحة جديدة. أصدقائي الأعزاء، وبما أننا عرفنا الكثير من صفات فيلسوفنا العربي ومنها أنه كان دارسا ومجدا، فندعوكم أصدقائي للبقاء معنا ومع هذه المعزوفة الموسيقية نقضي معها استراحة قصيرة. أعزائي الأطفال، تذكرون عدد المواضيع التي تحدثنا عنها من خلال هذه الصفحة وهي صفحة الطبيعة الخلابة؟ كم من المواضيع تطرقنا إليها وناقشناها؟ كلها على ما أعتقد مواضيع فيها الكثير من المعلومات عن الكائنات التي تعيش على الأرض وفي الجو وفي البحر. وهكذا إذا تتبعت هذه المواضيع ستصبح من أصحاب الموسوعات الصغرى لاستعمالك الشخصي. فأسعد الأوقات مع هذه الصفحة والطبيعة الخلابة. نشأ الشمبانزي إبراهيم في بيت عالي معالمة في علم الحيوان مع طفلهم الصغير، ونال رعايتهم كأنه طفل صغير. تعلم إبراهيم كيف يجلس على المائدة ويأكل بالمعلقة والشوكة والسكينة. والطريف أن الطفل الصغير كان يقلد القرد، فمثلا كان يجيد تسلق الأشجار، والقرد أيضا كان يقلد الطفل الصغير في جلسته حتى أنه كان يضع ساقا على ساق. وتعلم كيف يركب الدراجة، تعلم التزحلق بهذا التزحلق. والتزلج تحتاج إلى مهارة وتوازن، والقرد يمتلك هذه القدرة بطبعه الموروث. وكلما شعر القرد بالعطش يصيح كوب كوب. كانت تلك أصدقائي مجرد تجارب لهذا العالم وزوجته عن مدى ذكاء القرد. ومن التجارب التي أثبتت أنه يفكر بذكاء، وضعه العالم في قفص ووضع في سقفه مجموعة من الموز، وترك في القفص عصاتين صغيرتين
والواحدة منهما لا تصل إلى الموز، لكن كلاهما معا يصلان إلى الموز. فكر الشمبانزي براون وهداه تفكيره إلى أن يصل العصاتين معا، وفعل هذا. وبعد أن أسقط الموز أخذ يقفز ويقفز فرحا لنجاحه. وهل يفعل الإنسان غير هذا عندما يحقق نجاحا وانتصارا؟ الحديث أصدقائي عن القرد طويل وممتع، ومن السهل تدريبه في ألعاب السيرك لذكائه الكبير. والشمبانزي كثير الشبه بالإنسان من ناحية تفاصيل جسمه ووظائف الأعضاء، وتصيبه الأمراض التي يعاني منها الإنسان. والشمبانزي طوله حوالي 5 أقدام، ويستطيع أن يمشي قائما، ولكنه يمس الأرض بيديه. وفي كثير من الأحيان وهو صاحب وجه معبر عن الغضب والفرح والهدوء والألم، ويداه ورجلاه بهما إبهامان أمام الأصابع، ولذا يمكنه أن يمسك الأشياء بسهولة. طعامه الفاكهة والبندق، يحب الموز جدا. متوسط عمره ما بين 20 إلى 24 عاما.
Now a sensational jump from the shoulders onto the wire. Ladies and gentlemen, the Farrell Brothers. صباح الخير يا أطفال. صباح النور يا. شلونكم زينين؟ زينين. يلا قعدوا. اليوم مستعدين حق الدرس؟ نعم. كلكم؟ نعم. زين. تعال نشوف اليوم درسنا عن شنو. زين. درسنا اليوم عبارة عن مجموعة من القصص أبطالها منو؟ الحيوانات. وأي حيوانات؟ حيوانات اللي ذكرت في القرآن الكريم. مستعدين؟ نعم. طبعا هذا الدرس او هذا الموضوع احنا ما راح نقدر نقوله بدرس واحد لان الدرس هذا طويل. خلاص نشوف. اول شيء ابي اسالكم سؤال، منو تعرف تقرا لي ايه من الصوره تكون مذكور فيها شنو؟ اي حيوان. يلا اللي ورا. يلا يا غاليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. عنها؟ إيه؟ لا لا تفتح، لا تفتح لهم أبواب الجنة حتى يسمى، لا حتى يلد الجمل، يلد الجمل في سن الخياط، سن الخياط. وكذلك نجزي الكفار، لا المجرمين. صدق الله العظيم. انت الحين مو حافظ الايه، عدل انا راح اعيد لكم الايه. هذه الايه اصدقائي ذاكر هني الله سبحانه وتعالى ذاكر لنا فيها شنو؟ اي نوع من الحيوانات. يلا اي نوع من الحيوانات؟ ها يلي ورا. يلا مريم اي نوع؟ الجمل. الجمل. اي عفي عليك. اعيد لكم الايه مره ثانيه، سمعوها معي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله العظيم. الحين سمعت لكم انا الايه، ايش راح نسوي؟ راح نفسر هذه الايه مع بعض. خلاص ابيكم تشاركون، يعني اي وحده عارفه اي جواب انا اسئله شو تسوي؟ تشاركني. ها وابيكم كلكم. زين تعالوا نشوف شنو اول سؤال عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا. واستكبروا ايش معناته؟ واستكبروا، من الذين استكبروا؟ يلا ها يلا منو؟ شو اسمك انتي؟ لا اللي قدام. اي انتي شو اسمك؟ فاطمه. شنو يعني استكبروا؟ متكبرين. متكبرين. ها في معنى ثاني؟ يلا يا فاطمه، فاطمه الثانيه. تعالون على الناس. عفي عليك. الكفار هني تعالون على منو؟ على الناس. انزين عندنا يلج الجمل سم الخياط، ماذا تعني يلج الجمل سم الخياط؟ ها من يعرف؟ ها يلا يلا شاركوا، ابيكم تشاركوني. ها يلا يلا يا غاليه، تعرفين شنو يعني يلج الجمل؟ يعني يدخل سم الخياط. سم الخياط يعني شنو؟ يعني ثقب الابره. خلاص يعني الحين تفسير كله على بعضه. يلج الجمل سم الخياط يعني يدخل الجمل في ثقب الابره. طبعا هذا تشبيه. احنا الحين راح نتكلم عن منو؟ عن النحل. تعرفون النحل؟ نعم. انزين سمعوا معي الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم. هني الآية ذكرت فيها أي نوع من الحشرات؟ يلا يا ابتسام. النحل. عفي عليك. انزين تعالوا نشوف أو نفسر هذه الآية مع بعض. شنو يعني أوحى ربك؟ أوحى ربك. ها يا سجى يلا قولي لنا شنو يعني أوحى ربك؟ تعرفين؟ ال إيه يلا قولي. الإيحاء أو الوحي
بمعنى الهوى الارشاد والهدايا. عفي عليك صف قول لها. عفي عليك يا سجى الايحاء او الوحي بمعنى الالهام والارشاد. شاطره. انزين شنو يعني عندنا هني اتخذي من الجبال بيوتا. اتخذي من الجبال بيوتا، اي بيوتا هذه؟ شنو يعني شنو المقصود هني؟ يلا من يعرف؟ يلا ابيكم كلكم تشاركون. يلا يلا يا محمد، شنو يعني بيوتا؟ بيوتا تعني سكنا تعيش فيه وتوحي اليه. وتأوي اليه. عفية ايه؟ توحي اليه لتصنع العسل. لتصنع العسل. عفية صف قولها. شاطر. انزين وشنو يعني كلمة يعرشون؟ ومن الشجر ومما يعرشون. يلا شاطرة ضحى، يلا تشوف قولي. عفية عليك صف قول لها. شطار. اشوفكم انتم اليوم تجاوبين معاي ها، واللي ما شاركوا ابيهم مره ثانيه بالدروس الثانيه يشاركون معاي. طبعا انتم الحين كذي اثبتوا لي انكم انتم تقدرون تجاوبون ايضا على الاسئله او بعض الاسئله الصعبه، يعني الصعبه والسهله. واتمنى انكم دائما تكونون معانا متواجدين بالدروس معايا ابتسام عشان تستفيدون من كل درس ناخذه. خلاص تعالوا الحين أقص لكم قصة عن البقرة. والبقرة أيضا ذكرت بالقرآن ولا لا؟ ها؟ شو اسمك؟ سارة. ها ذكرت؟ نعم ذكرت بالقرآن، وهي تعتبر أطول صورة من الصور الموجودة شنو بالقرآن الكريم. ها؟ زين خلوكم معي الحين عشان أقص لكم القصة. ها؟ وأبيكم أنا راح أسأل أسئلة وأبيكم تشاركوني. ها؟ انزين شفيتش يا حنان؟ شفيتش البقرة؟ البقرة حيوان مستأنس مجتر، انزين يعني يقوم بإرجاع الطعام من المعدة إلى الفم. خلاص أكمل؟ شفيتش تضحكين يا فاطمة؟ فعلا هو حيوان مجتر، وهذا سبحان الله يعني مو بس البقر، في حيوانات ثانية تقوم بإرجاع الطعام من المعدة إلى الفم بعد تناوله بدون مضغ جيد، عشان كذي تقوم بإرجاعه. تتركب معدة الحيوان المشتر من الكرش وأم التلافيف والإنفحة، وعند الاجترار يدفع الحيوان قدرا من الطعام من الكرش ثم إلى طبعاً في شيء اسمه القلنسوة، ويرجع مرة ثانية إلى وين؟ إلى الكرش. خلاص؟ هذا تركيب شنو؟ تركيب شنو ها؟ يلا تركيب شنو؟ يلا يا إيمان. المعدة ها؟ معدة منو؟ الحيوانات المستأنسة. خلاص؟ انزين عندنا بعد ما يعود إلى الكرش بعد اختلاطه بالعصارة المعدية ثم إلى الفم ليمضغ جيداً، ومنها ينتقل إلى وين؟ إلى الإنفحة. طبعاً الإنفحة هذه التي تفرز عليه العصارة المعدية. منو ذكر البقر؟ الثور. كلكم الثور. مرة ثانية الثور. عفية عليكم الثور. عشان نعرف البقرة من الثور، الثور يكون أكبر حجماً من البقرة وأشد شنو قوة ها؟ وفي إسبانيا يتجمع الناس بالآلاف لمشاهدة مصارعة الثيران. تعرفون مصارعة الثيران؟ ها تشوفون تتابعون أنت؟ تتابع مصارعة الثيران؟ شو اسمك؟ علي. أنت تحب تشوف هالنوع من الرياضة؟ إنزين شاطر. ويعلو صياح الآلاف وهتافهم كلما انغرس سهم المصارع في جسد الثور المسكين، ولا تهدأ نفوسهم إلا وهم يشهدون الثور وهو يسقط على الأرض، في حين يقف منه المصارع اللي هو قاعد يصارع الثور شامخا ملوحا بقبعته للجماهير. إن الله خلق لنا الحيوان لننتفع به لا لنتسلى به، صح ولا لا أصدقائي؟ صح. يعني هذا اللي قاعد يصير غلط ولا صح؟ صح. غلط ولا صح؟ صح. غلط. زين الحين نبدأ بالقصة اللي أنا بقول لكم عنها. كان لأسرة العم سعد بقرة، وترك الأب البقرة في رعاية أبنائه الثلاثة، فادعت البقرة كذبا بأن الأبناء أساءوا إليها ولم يكرموها
كما أكرمتهم وعذبوها ولم يطعموها. طرد العم سعد أبناءه الثلاثة لأنهم لم يكرموا البقرة ولم يطعموها وأذوها، ولما صارت البقرة في رعايته هو أكرمها وأطعمها، لكن شنو؟ البقرة الخبيثة شكت إلى جاره كذبا أيضا إن العم سعد أساء معاملتها وأهانها ولم يطعمها. هل هذا الكلام صحيح؟ ها كلكم مع بعض، هل هذا الكلام صحيح؟ لا. غلط ها؟ وهو ما سوى كذي، لكن هذه البقرة شنو؟ كذبت. عرف العم سعد هني أنه أخطأ في حق أبنائه وتسرع في الحكم عليهم، وأن البقرة كانت شنو؟ كاذبة، عفي عليكم. طبعا هني غضب العم سعد غضبا شديدا وأخذ يضرب البقرة حتى فرت هاربة خارج وين؟ خارج القرية اللي هو كان يعيش فيها، طبعا ناحية الغابة راحت، حيث شنو صار فيها هناك؟ شافت الذئاب الجائعة، وش راح تسوي هني الذئاب؟ مع بعض تاكلها. أي طبعا يا أطفال احنا لازم نعطف على الحيوانات لأن احنا نستفيد من هذه الحيوانات. بعد كذي أخذ العم سعد يبكي حزنا على فراق أولاده، وشاركته زوجته أحزانه، ومضى عام كامل والرجل يبحث عن أبنائه في كل مكان، ولكنه لم يعثر لأي واحد منهم على أثر، ولم يعرف عنهم أي خبر. ذات مساء طرق الابن الأكبر أحمد الباب. إذن الابن الأكبر شو اسمه؟ أحمد. عاد وهو يحمل مائدة صنعها بيديه، وقص على والديه أنه عندما خرج من الدار عمل في بلدة يشتهر أهلها بصناعة الأثاث. إذن شاب لهم طاولة. إيه مائدة ها؟ طاولة، عفية عليك. انزين طبعا كذي سر الوالد والوالدة بوصول ولدهما بسلام الله. وقال العم سعد وهو يهز رأسه إن صنعة في اليد هي أمان من الفقر إن شاء الله. وما كاد الرجل ينهي كلامه حتى سمع الجميع طرقا على الباب، فإذا الطارق هو الابن الأوسط والابن شو اسمه؟ علي. وبعد أن خفت حرارة اللقاء بدأ علي يقص عليهم ما جرى له، هذا الابن الثاني ها؟ لقد عمل علي حوذيا يحمل البضائع على عربة يجرها حمار. إذن شنو كانت صنعته؟ حوذي ها؟ لقد تعلم هذا العمل في بلدة ساحلية على شاطئ البحر يحمل أهلها البضائع من الميناء إلى البلاد المجاورة. وفي نهاية العام أعطاه صاحب العمل تلك العربة هدية ليعود بها إلى أهله في سلام. هني أطفال نظر العم سعد إلى الحمار الواقف بجوار العربة وقال لعل هذا الحمار يتمتع بأخلاق طيبة وليس ماكرا، لقد ساقينا من كذب البقرة الخبيثة فراقا وألما. هذا من اللي كان قاعد يتكلم؟ أبوهم العم سعد. وما كاد الليل ينتصف حتى طرق الابن الأصغر وهو حسن الباب. لقد كان حسن يحمل أدوات، هذه الأدوات تعلم صنعها، فقد عمل في بلدة تجيد صناعة الأدوات الحديدية عاما كاملا. إذن شنو كانت شغلتها؟ صناعة الأدوات الحديدية، معاي؟ إنزين. وفي نهاية العام أعطاه صاحب العمل بعض الأدوات التي صنعها هدية. اقترح الأب على أبنائه أن يقيموا مصنعا للأثاث بمعاونة شباب القرية، وبدأ العمل وأقبل الناس على المصنع يشترون أثاثا عظيم المتانة رفيع الذوق. وبرغم كل ذلك فلم ينسى أهل القرية البقرة الخبيثة وما جرى لها. إذن منو كان السبب في أن الأب طرد أبنائه؟
يلا من اللي ما قومته؟ شو اسمك انتي؟ ها فاطمة، منو؟ البقرة. عفي عليك، ايه البقرة. لكن طبعا اطفال مو كل الحيوانات نقدر نعتبرهم مو زين. انتم تدرون ان في حيوانات أليفة وحيوانات شنو؟ مفترسة. عفي عليكم. ان شاء الله اليوم استفدتوا من الدرس والقصة عجبتكم. زين شو اللي استفدتوا؟ يلا يلا شاطرة، ها ابي كلكم تشاركوني. يلا 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 بعد، ها يلا. شو اسمك؟ علي. يلا علي، شنو اللي استفدته؟ الصدق. عفي عليك، المفروض الواحد ما يكذب، ها؟ واللي يكذب شو يصير له؟ اي الله يودي النار وما يكون راضي عنه. بعد شو اللي استفدتوا؟ ها فاطمة شو اللي استفدتي؟ عفي عليك، شاطرة، صفقوا لها. ان شاء الله بالحلقة الجاية خليكم معانا ان شاء الله، وابيكم طبعا كلكم تحضرون الحلقة الجاية عشان نقول لكم قصة ثانية ودرس جديد. واقول لكم مع السلامة. ها سلامة. اصدقائي، قبل قليل ذكرت لكم الصديقة حنان من خلال ما قدمته لكم من ألفاظ الحيوانات التي ذكرت في القرآن، ونحن أيضا نهتم بمعلومات قد نقدمها لكم على شكل دروس، وأحيانا أخرى نقدمها لكم على شكل مسابقات وغير ذلك. أما عن قصة النحل والتي نريد أن نوضح من خلالها ما تقوم به من خدمة للناس من شراب حلو وشمع تصنع منه الشموع ومواد أخرى. للصغار والرجال أيضا يصلحون أدوات العمل ويشتغلون
ينشدون الأغاني المرحة. بعد كل هذا الذي رأيتموه بأنفسكم وأكثر من هذا كله، سمعت أحاديثا تقول أنه قد أقيم حفل لشكر الزنابر لم يرد فيه اسم النحل أبدا أبدا، مع أننا أصحاب الفضل في ذلك وليست الدبابر التي دأبت على مهاجمتنا. أليس هذا غريبا؟ يا للعجب، ما هذا؟ وقد بدأنا جهدنا في تحرير الشام. اقترح يا أيتها الملكة أن تشن الحرب على الدبابير، نأدبها على ما فعلت. لماذا الحرب؟ لقد قدمنا الشمع للإنسان لينير لياليه، وقد تحقق هذا الخير الذي طالما أردناه، وسيعرف الناس يوما من هو صاحب الفضل. هكذا أصدقائي قدم النحل كعادته صنيعا لجيرانه الذين يعيشون في الظلام، وبعث إليهم بأمر الملكة شموعا تضيء لهم مدينتهم. والآن أصدقائي ابقوا معنا مع فكرة جديدة لشغل أوقات فراغكم. أصدقائي قبل أن أقدم لكم هاي الفقرة أحب أقول لكم شيء، إن في مثل اقتراح يد حق مدينة الأطفال، إنكم أنتوا تجيبون لنا أو ترسلون حقنا بعض اللقطات الظريفة اللي صورتوها، مثل صورتوها في الشاليه أو في الشقة أو في المنتزهات. وأحب أقول لكم أصدقائي إن مدينة أطفال تستقبل كل الأطفال اللي يرسلون لنا هذه الأشياء الظريفة، وخصوصا اللقطة الظريفة راح نقدم لها جائزة، وإن شاء الله تكونون كلكم تقدموا لنا لقطة ظريفة ونختار منهم واحدة حلوة. إلى هنا أصدقائي ينتهي هذا العدد من مجلة الأطفال، ونتمنى أن تتعاونوا معنا بإرسالكم بعض اللقطات الطريفة لكم لتكون لدينا مجموعة من اللقطات تشاركون بها معنا، ولأحسن لقطة جائزة كما سبق وذكرنا. وفي انتظار اتصالكم أو تواجدكم في الأندية والحدائق وأينما كنتم مع والديكم وكاميرات الفيديو، ولكم جزيل الشكر. وإلى أن نلتقي مع عدد آخر جديد من مجلة الأطفال، نترككم في رعاية الله وفي أمان الله، وإلى اللقاء. من حلقات
معك.